مرحبا، أنا هدية الحسن، مدربة رقص بمشروع بكرة إلنا بنادي المحافظة. حابة أوجه كم نصيحة للمواهب اللي موجودين معنا بالقسم واللي حابين ينتسبوا يعني الرقص. أول شيء أنا كتير بنصح بهذا الشيء لأنه هو لغة تانية لحتى نحن نعبر فيها عن الشغلات اللي بدنا ياهم من دون ما نحكي أو نستخدم أي نوع تاني من الفنون، وهو كتير فيه قدرات جسدية عالية نحن لازم كتير إنه نستخدمها ونقويها. وكمان بنفس الوقت في عنا قدرات العقلية اللي هو الرقص كحركة بنمية. وبالنسبة للمواهب اللي موجودين معنا وهلأ عم يتمرنوا وشوي ما عم يتمرنوا، رح أقول لهم أنه كتير ضروري نحن نركز على موضوع الليونة وموضوع القوة وموضوع اللياقة، لأنه بدونه نحن ما رح نكون قادرين نوصل الشيء اللي نحن حابينه. وأهم شيء بالنسبة للرقص أنه مو ضروري يكون عنا هذا التكنيك العالي قد ما ضروري يكون عنا الروح أو الشغف لهذا الشيء، وقتها أي حدا بيقدر يكون متميز وكتير منيح بمجاله. وشكرا كتير لكم.